السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها دلالات استهداف ميليشيات الحوثي للمدن السعودية والملاحة الدولية في البحر الأحمر. أكثر من 3 سنوات على انطلاق عمليات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، وبدلا من أن تكون ميليشيات الحوثي في أضعف مراحلها بعد كل هذه الحرب، تظهر ميليشيات الحوثي قدرات جديدة تجعلها تمثل تهديدا أكبر على الإقليم ودول الجوار. وبينما تلقي الحكومة اليمنية والتحالف باللوم دائما على إيران بوصفها الداعم الرئيسي للحوثيين، يرى البعض أن انشغال التحالف بالترتيبات السياسية وانجرار دوله إلى متاهة في تحقيق أطماع خاصة بها داخل الساحة اليمنية قبل إنهاء مهمته العسكرية هي التي منحت الحركة الحوثية الفرصة لتعزيز قدراتها ومراكمتها لتصبح بعد ذلك أو بعد أكثر من 3 أعوام خطرا حقيقيا على دول الإقليم كما كانت قبل ذلك على اليمن واليمنيين. بلغت ذروة هذا التجلي الخطر لما باتت تمثله ميليشيات الحوثي على الصعيد الإقليمي مع إعلان السعودية إيقاف شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعد استهداف ناقلة نفط سعودية قبل أيام. وبينما يشير هذا التطور إلى محاولة سعودية للضغط على الدول الكبرى التي تضع عددا من الخطوط الحمراء على حربها في اليمن، ومن المفترض أن يؤدي هذا إلى حسم الموقف عسكريا كما يرى البعض، إلا أن الحقيقة التي يظهرها الموقف السياسي والعسكري تشير إلى أن الهدف هو الحديدة فقط، فيما سيبقى المشهد اليمني على حاله وستبقى قدرات ميليشيات الحوثي وقوتها تتعاظم لتبقى على الدوام خطرا داهما على اليمن وجيرانه. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف الدكتور محمد آل زلفى عضو مجلس الشورى السعودي السابق والمحلل السياسي إبراهيم القعطبي من نيويورك، وأرحب بضيفي الكريمين وأبدأ مع السؤال المشترك مع الأستاذ إبراهيم القعطبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. بداية، بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب لا تزال قوة ميليشيات الحوثي تتعاظم حتى أصبحت تهديدا حقيقيا بالنسبة للإقليم، برأيك كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ اعتقادي أولا أنه المشكلة في اليمن هي مشكلة مترابطة بين الإقليم ومشاكل الداخل. كما تعرف أنه ذهب التحالف العربي بميليشيات وتقويض الحكومة الشرعية في الداخل جعل الحوثي يتمكن من البقاء قليلا ويبقى جاسما على صدور اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها. وتعرف بقاء الحوثي بهذا الطريقة وبهذا في المناطق الذي يسيطر عليها هو تقويض الحكومة الشرعية، خروج التحالف العربي عن أهدافه التي أصبحت واضحة وهو بقاء اليمن ضعيفا وفقط يركزون على جزء وموانئه والسيطرة على القرار السياسي. وهذا يعني مشروعان لا يستطيع أي قوة الجمع بين بقاء الحوثيين وتقويض الحكومة الشرعية وإبقاء اليمن ضعيفا. مشكلتنا الحقيقية هو أن تمكن الحوثي من البقاء إلى هذا اليوم هو كما ذكرت في يعني مناطق مختلفة وفي يعني مقابلات سابقة هو ضعف الشرعية وإضعافها الذي أتى من قبل الحكومة من قبل التحالف العربي، وأيضا الميليشيات كميليشيات طارق عفان، ميليشيات الحزمة الأمنية وفي أبيان وفي الضالع وفي حضرموت أخرى. وهذا جعل الحوثي أن يعني يظل إلى هذه النقطة وهذه المشكلة الخطيرة، وبهذا التصرف الغير مسؤول سيلقى الحوثي وإيران تهديدا ليس فقط اليمنيين وإنما لدول الجوار. وهذا أعتقد النقطة التي التركيز عليها، إذا كان هناك تحالف حقيقي من أجل إنقاذ اليمن ودعم الشرعية والسعادة الشرعية فليكن من خلال الشرعية، فليكن من خلال تمكين الشعب اليمني من استحادة يعني أراضيه ومطاراته وموانئه وقراره السياسي، لكن ليس بالعكس من خلال مشاريع ضعيفة ومشاريع السيطرة على اليمن وهي التي ستجلب المصاعب وتضعف العمل. نعم.
اليمنيين وإنما على المنطقة ككل. ولكن كيف يمكن تجاهل أيضا أستاذ إبراهيم ما تملكه ميليشيات الحوثي من قوة ورثتها من الجيش اليمني بشكل عام، وأيضا الدور الإيراني الفاعل الذي يزودها بالأسلحة بين الحين والآخر؟ طبعا السلاح الذي تمكن منه الحوثيين الشعب هو مسلح، لكن المشكلة ليست في كمية السلاح، المشكلة كيف استطاع الحوثي البقاء لهذه الفترة ولهذه السنوات وما زال قويا. المشكلة هنا ليس في السلاح وإنما في الضحف المشروع المقابل والمجابه للحوثي. هناك حركات انفصالية بدعم خليجي في الجنوب، هنا حزب يسيطر على ما يجري الآن في محافظة بحك، ميليشيات جديدة تتبع للمؤتمر الشام ولطارق حفاش بالتحديد، وهذه كلها مشاريع ليست موحدة ولا مشاريع لاستحالة الدولة اليمنية ولا مشاريع يعني لاستحالة الشرعية، وهذه بحد ذاتها تقوي الحوثي وتقوي بقاء. السلاح ليس الحاسم في اليمن وإنما المد الشعبي، إنما المشروع المجابه الذي يسقط من خلاله ميليشيات الحوثي. كما نعرف الحوثيين يستقون بالسلالة ويستقون بميليشيات مبنية على والسلالية، وهذا مشروع أصلا فاشل في اليمن. بقاؤه هو فشل القوى المحارضة له، والمشروع اليمني نعم تامع لكل اليمنيين، وهذا بات ضعيفا في كل بات ضعيفا ليس فقط بسبب التشدرم اليمني وإنما لدعم الأخوة في التحالف الخليجي هذه الشذرمة من خلال دعمهم لميليشيات مختلفة نعم في الحديدة وفي الجنوب اليمني. نعم. طيب ابقى معي استاذ ابراهيم، وارحب ايضا بضيفي الدكتور محمد آل زلفى عضو مجلس الشورى السعودية السابق. مساء الخير دكتور محمد. اهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا فيك. في البداية دكتور محمد، السؤال المشترك: بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب، ميليشيات الحوثي لا تزال تتعاظم قوتها وتظهر بشكل أقوى وتهديد واضح للإقليم والمجتمع الدولي بشكل عام، كيف تفسر الأمر؟ لا أنا لا أتفق معك أنها أقوى وأنها يعني في موقف قوي، أنا أعتقد أنها في موقف ضعيف جدا. هي في لحظات الانتحار ما تقوم به من أعمال قرصنة مثلا في مضيق باب المندب وإلى آخره، هذه من أعمال تقوم بها الميليشيات اليائسة والمدفوعة من إيران لكي تمرر مشاريع معينة لمصلحة إيران في مجابهة الولايات المتحدة الأمريكية أو من هذا القبيل. حتى وإن طال أمد الحرب فالحوثيين ضعفاء جدا، صحيح استغلوا أسلحة علي عبد الله الصالح اللي خزنها على مدى 30 أو أكثر من 30 سنة، كنا نتوقع أنها لمحاربة من قد يتوهمون هم أعداء لليمن، ولكن الحوثيين استخدموها ضد الشعب اليمني سواء في جنوبه في غربه في شرقه في كل مكان في أرض اليمن. قتلوا اليمنيين بأسلحة نعم يمنية وعلى أيدي يمنيين نعم وبإرادة ليست إرادة يمنية إنما بإرادة أو أجندة إيرانية نعم لا تهتم بهل اليمن موحد، هل اليمن مقسم، هل اليمن جنوبي، هل هو شمالي، هل هو اشتراكي، هل هو تعزي، هل هو جوفي، هل هو صعدي، هذا لا يعني إيران في شيء نعم إنما يعنيها أن تضعف اليمن لكي تصل إلى أهدافها في تطويق الجزيرة العربية بكل ما أوتيت نعم من قوة. طيب دكتور، أنت تعارضت مع ما طرحته حول تعاظم قوة الحوثي، ولكن الكثير يتساءل يعني تعاظم قوة الحوثي تمثل في استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، صواريخ الحوثي البالستية التي يعني بين الحين والآخر تطلقها على المملكة العربية السعودية، ألا يعتبر هذا يعني تعاظم وتطور في قواتها العسكرية؟ لا هذا ليس تعاظم، يعني هذا سلاح عبثي في أيدي عبثيين جهلة استوردوا خبراء من إيران من حزب الله ليقوموا بهذه الأعمال، لكن أثبتت أمام العالم أن صواريخ إيران أنها صواريخ فاشلة. يعني حتى كل ما أطلقوا صاروخ على السعودية يقتل أما عامل بسيط أو حيوان تائه في الصحراء أو كذا،
ولكنها ليس لها أي تأثير إطلاقا في أي مكان وصلت إليه هذه الصواريخ. فهذا يعني أعطى دليل قاطع عن صواريخ إيران هلامية لا تؤثر ولا تقدم ولا تؤخر. نعم، الذي يقومون به في البحر الأحمر هذه قرصنة، وإذا تتذكر تماما قبل 10 سنوات يعني 2008 كان هناك قراصنة صوماليين يقومون بالكلام الذي بالعمل الذي يقوم به الحوثيين في باب المندب، وكان هناك تحالف دولي لمحاربة تلك أولئك القراصنة. الآن أنا يعني أتوقع أن المجتمع الدولي سيعمل أيضا تحالف للقضاء على القراصنة الحوثيين ومن وراءهم، لأن الممرات المائية ممرات مكفولة بقوانين دولية، ممرات بحماية. هكذا الحوثي ليس في مركز قوة ولا عنده شيء، عنده خبراء إيرانيين عبثيين ولبنانيين من حزب الله. أما أن عندهم قوة، لا، عندهم قوة على الشعب اليمني الذي قتلوه سواء في تعز أو في عدن أو في أكثر من موقع في بلاد اليمن، هذه قوتهم. لكن لا يمكن تجاهل هذه القوتين دكتور محمد الزلفة. صحيح هي الحوثيين من تتبنى، لكن من خلفها حزب الله ومن خلفها إيران وهي من تمولها وتدعمها. لكن ما يعني ماذا حققوا يعني؟ ماذا حققوا؟ أعلن وزير الطاقة السعودي بالأمس إيقاف تصدير النفط، وهناك أيضا دول خليجية أخرى ربما تتبنى نفس الموقف بإيقاف تصدير النفط، وربما هذا هو بداية يعني البداية لدق ناقوس الخطر ضد إيران وضد الحوثي. نعم صحيح، هذه رسالة للعالم أن هؤلاء العصابات مثل العصابات الصومالية السابقة يجب أن يكون في تحالف دولي لمحاربتهم. هذا هو تنفيذ القوانين الدولية. هناك قرار أممي اتخذ يعني 22/16 محاربة كل الوسائل، محاربة الحوثيين ومن وراء الحوثيين ومد الحوثيين بالسلاح وما يقومون به من تهديد للأمن والاستقرار في هذه المنطقة. الآن ربما حكومة اليمن الشرعية ستقدم الليلة أو غدا أيضا على مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد مداعما لقرار 22/16. أيضا المملكة العربية السعودية اتخذت قرارها بمنع مثلا بإيقاف يعني عبور ناقلات البترول عن طريق باب المندب. هذه رسالة موجهة للغرب. المملكة العربية السعودية لن تخسر شيء. الآن من عظمة الموحدين للمملكة العربية السعودية أن جعلوها بين ممرين مائيين مهمين جدا، الخليج العربي في الشرق والبحر الأحمر في الغرب، ومدوا من خلال هذه الأراضي الشاسعة للسعودية أنابيب تغطي احتياجات العالم كله. من خلال أنابيبها لا تحتاج باب مندب ولا تحتاج هرمز ولا تحتاج ما يقوله اليمنيين الآن أن السعودية تتآمر على المهارة من أجل فتح ممر على البحر العرب، بينما السعودية كدولة رائدة في الجزيرة العربية ستفعل هذا قريبا أو بعيدا، ستنفذه. وستحكم السعودية قدرتها الكاملة على جميع المياه المحيطة بالجزيرة العربية للحفاظ على أمن هذه الجزيرة العربية المستهدفة من إيران ومن غير إيران. نعم طيب أستاذ إبراهيم القاطبي، إذن الدكتور محمد الزلفة يقول بأن أثبتت كل التجارب الماضية بأن سلاح إيران ليس له أي تأثير ولا يشكل أي خطر على المملكة أو أي دول في الإقليم، ما رأيك أنت بهذا الطرح؟ فلماذا الحرب في اليمن؟ فلماذا لم يستطيعون الحسم المعركة مع الحوثيين؟ وإذا كان هذا كل الخبر فلماذا يروجون على أن إيران هي الخطر الحقيقي في المنطقة؟ أنا في اعتقادي كما تعرف إيران تسبب أو تشكل على كل المنطقة من خلال الميليشيات التي تدعمها في اليمن وحتى في الداخل الخليجي. هناك يعني مجموعات تتبع لإيران وحزب الله وكثير من المناطق وكثير من الـ من الـ حتى الـ من الـ في الناحية الدولية من خلال بعض المنظمات التي تتبعها ووسائل الإعلام. الحقيقة يا أخي أن في اليمن فلا نظل لعبة بأيد لا بالخليجيين ولا بأيد الإيرانيين. على اليمنيين أن يصحوا يدركوا ما هي مصلحتهم. إذا كانوا الإخوة في الخليج مثلا بالإماراتيين والسعوديين يريدون الخير في اليمن، فهناك طرق لدعم ذلك واستعارة الشرعية وبناء أخوية قائمة على يعني تبادل المصالح المشتركة والإخاء المشترك
أن تكون اليمن دولة فعالة من خلال اقتصاد ومن خلال أمن قوي إذا كنا نتحدث على متكاملة في الخليج العربي. لكن إذا ظلينا فقط نرمي التهم هنا وهناك وندعم هذا ونقوض الشرعية ونعمل على هذا الوتيرة، فأنا اعتقادي أن ذلك سيسبب خطرا على الجميع، على الخليج وعلى اليمن، والوحيد المستفيد من ذلك سيكون من يبيعون السلاح للخليج وإيران، وهذا سبب خطر على العرب. نعم. استعادة الشرعية ومؤسسات قوية في اليمن يدعم الأمن ويدعم الأمن المائي في هذه المناطق المهمة من العالم. لكن نعم. إذا ظلينا نتحدث على دعم تلك، هناك تهديد إيراني، لكن هناك لا يوجد تهديد إيراني على حساب الشعب، هذه كارثة على اليمنيين أولا، ومن ثم كارثة سيكتوي بنارها حتى الأخوان في الخليج. إذا كنا نتحدث على بناء يعني منظومة متكاملة للدفاع عن الأمن العربي، فيجب أن يكون اليمن قوة ماثلة في هذا التحالف من خلال قوة اقتصادية وقوة عسكرية هذا. لكن في اعتقادي أن الخليج لا يريد أن يصبح اليمن قويا، يحاصرونه من جميع الاتجاهات. في اليمن اليوم لا يوجد موانئ صالحة، موانئ فقط يسيطر عليها العربي، لا يوجد مطارات صالحة. اليمني يستطيع الخروج والدخول إلى أوطانهم. هناك الآن اليمني أصبح يطرد من الخليج ويحاصر حتى داخل الخليج وفي المطارات الخليجية. هذه مشكلة. إذا كنا نتحدث عن الإخاء العربي ونتحدث على الأمن، يكون هناك آلية لهذا العمل، لكن لا يوجد آلية. هناك تهميش لليمن، هناك تهميش الحية في اليمن، هناك تهميش للدور الحي الذي يمكن أن يلعبه اليمن مستقبلا. هناك لا يوجد للمحافظات الذي يمكن تحريرها، مثلا نتكلم على تعز، نتكلم على البيضاء، نتكلم على مناطق نستطيع تحريرها في أسبوعين، لكن يأبى التحالف العربي أن تتحرر هذه المناطق، فقط يذهب إلى يعني الحديث على الممرات، نعم، سيطرة على الحديدة وعلى عدن أخرى، لكن لا يهمهم الشعب اليمني ولا نعم. طيب الذي يعاني منها. نعم دكتور محمد آل زلفة، ألا ترى أن استمرار تحميل إيران كل المسؤولية بات لا يقدم أي إضافة؟ الجميع يتحدث أن التحالف العربي هو المتحكم بكل شيء في الأراضي اليمنية جوا وبرا وبحرا، إذن كيف تصل كل هذه الإمكانات وهذه الأسلحة التي يتم الكشف عنها بين الحين والآخر وتصل للحوثيين من إيران؟ إذا هناك من يتحمل المسؤولية فيتحملها الشعب اليمني. لماذا يسمحون لشلة ميليشيات أن يعبثوا بكل شيء في أرض اليمن؟ لماذا يسمحون لأنفسهم أن يخلقوا معسكرات جنوبية وشمالية؟ دكتور محمد، معذرة على المقاطعة بس في هذه الجزئية فقط، يعني كيف يتحمل اليمنيون والتحالف هو من يسيطر على المياه اليمنية والجو في اليمن؟ من قبل أن تدخل التحالف، من الذي سمح للإيرانيين يدخلون في اليمن؟ من الذي سمح الانفصاليين في جنوب اليمن أن ينفصلون ويدعمون من هنا وهناك لمصالح آخرين غير مصلحة الشعب اليمني؟ من الذي سمح لليمني؟ من الذي يعني قال اليمنيين لا تلتفوا؟ من يدعم الانفصال دكتور محمد؟ من يدعم الحركات الانفصالية كما يتحدث؟ من الذي نعم. دعم دكتور محمد؟ دكتور محمد، أعداء اليمن أنت تعرفهم. نعم. أما أخوانكم في الجزيرة العربية، نعم، المملكة العربية السعودية دول الخليج، لا يدعمون انفصال ولا يريدون الانفصال، يريدون أرض يمنية واحدة، شعب يمني واحد، مياه يمنية إقليمية كاملة السيادة، ولا يسمحون لأي غريب أن يكون قريبا من هذه المناطق. ولكن نعم. إذا كان ربما هذا هو موقف المملكة العربية السعودية يعني الذي دائما يتم الإعلان عنه، لكن ما تقوم به الإمارات دكتور محمد ويتحدث الكثير وتحدث حتى الحكومة الشرعية عندما حدثت الإشكالية في الشهور الماضية بأن الإمارات تدعم حركات انفصالية وتمولها في الجنوب. الإمارات العربية المتحدة دولة متحضرة، تريد أن تحافظ على الأمن والاستقرار في المناطق التي في المناطق الجنوبية، من المكلا إلى الشحر إلى عدن إلى
كل السواحل اليمنية يجب أن تكون آمنة، ويكون الشعب في هذه المناطق آمن، يعود إلى وضعه الطبيعي على مدى التاريخ، يعمل في التجارة، يعمل في الصناعة، يعمل في الملاحة، يعمل في كل شيء. ولكن إذا هو يريد أن إذا كان هناك من يريد أن يلعب بمصالح الشعب اليمني، فللأسف هم بعض اليمنيين الذي، ولا أقول كلهم، بعض اليمنيين، بعض القيادات اليمنية، ألم يكن هناك حوار يمني خرج باتفاق كل اليمنيين ما عدا الحوثيين الذين كانوا حاضرين، لأنما يأتمرون بما تريده إيران، يخططون لمشكلة كبرى في اليمن وزرعوا الفتن في اليمن، هذه فتنة إيرانية. أما فعلا هذه حقيقة، هذه حقيقة يتفق معها الجميع دكتور محمد، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية هي فعلا سبب الإشكالية الحاصلة في اليمن. لكن هذا أيضا لا يعني لا يغطي جانب من الحقيقة الأخرى، وهي دعم حركات انفصالية بالجنوب بدعم دولة الإمارات العربية التي يفترض أن يكون موقفها هو داعم للحكومة الشرعية في اليمن وفي عدن، بدل من أن يتم دعم فصائل أخرى تعمل ضد الشرعية وضد أمن المنطقة بشكل عام. ولذلك الجميع يتعذر بالنموذج السيء الذي ظهر في المحافظات التي تم تحريرها، وعلى وجه التحديد عدن. والله بكل أسف، من اللي دمر عدن؟ قل لي من اللي دمره؟ من اللي جعل عدن كان مفروض تكون هونغ كونغ الشرق، ولا حتكون سنغافور، ولا تكون كذا؟ من اللي دمرها من الأساس؟ دمرها للأسف ما يسمى بالنظام الغريب الذي زرع في اليمن في فترة الصراع الشرق غرب، ومن ثم جاء علي عبد الله صالح وكمل القضية، ثم جاء الانفصاليين وكملوا القضية بزيادة أكثر، وجاء الحوثيين ليدمروا ما تبقى في عدن. من الذي أنقذ عدن؟ من الذي أعاد مطار عدن؟ من الذي يريد أن يجعل من ميناء عدن الميناء الرئيسي في هذا الركن من الجزيرة العربية؟ لا، لماذا نكون جاحدين يا سيدي؟ هذا يعني اليمني عليه أن يجلس مع نفسه ويسأل نفسه. نعم دكتور محمد، دكتور محمد ما تقوله، ما تقوله عن الحوثيين؟ دكتور محمد ما تقوله على الحوثيين؟ نحن مسلمين به جميعا واليمنيين يعرفون ذلك، لكن يتساءل اليمنيين الآن 4 سنوات من التحالف العربي الذي جمع 10 دول لمحاربة ميليشيات الحوثي، ما الذي حققه حتى الآن؟ أعتقد أنهم حافظوا على اليمن لكي لا يكون مستعمرة إيرانية، بما فيها الكلام اللي تقول عليه عدن والمكلا والشحر، هذه كلها هذه إيران تريد أن تجعلها ولايات إيرانية. وبكل أسف اليمنيين في وقت لو لم يكن في تحالف لكانت هذه المناطق أصبحت، لأن المقاومة اليمنية للأسف يعني تقريبا متفرقة، ما عندهم الروح الجماعية للدفاع عن اليمن، عندهم روح قبلية تدافع القبيلة عن منطقة معينة، فئة مؤدلجة تدافع عن منطقة معينة، فئة تجارية تدافع عن منطقة معينة. ولكن لما تجي الدفاع عن اليمن ككل ومصالحه، بكل أسف تجدهم قلوبهم شتى. ولذلك دول التحالف في وكالة السعودية حافظوا على اليمن فعلا لكي لا يكون يعني مستعمرة إيرانية تجعل منه نقطة قفز على بقية الأجزاء في الجزيرة العربية. نعم طيب، بالعودة الآن إلى خطر الإيراني والتهديد الآن الذي يدعم عن طريق ميليشيات الحوثي للإقليم والتجارة العالمية وخط الملاحة في البحر الأحمر، برأيك هل سيكتفي التحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية بإيقاف تصدير النفط من مضيق باب المندب، أم له كلمة أخرى؟ أنا أعتقد أن هذه رسالة إلى الغرب، رسالة الغرب المنافق. لدينا أوروبا منافقة، أوروبا دولة عجوز لا تستطيع أن تصلح حتى أحوالها، ولكنها من عاقل يرى مندوبين من فرنسا يذهبون للتكلم مع الحوثيين وهم يقتلون الشعب اليمني وبحجة حقوق الإنسان إلى آخره؟ أوروبا التي تحاول أن تعمل كل المستحيلات من أجل إرضاء إيران على حساب حتى كمان مصالحها في هذه المنطقة العربية، مصالحها في السعودية، في الإمارات، في الكويت، في كل المنطقة هذه التجارية، العلاقات في كل الجوانب المختلفة. ولذلك هذه رسالة إلى أوروبا، إذا كانوا يريدون بترولا يعني معقول السعر فعليهم أن يقفوا صفا واحدا في مجابهة إيران الدولة العبثية، ليست دولة إنما هي عصابة، وخلقت عصابات. الحوثي أحد العصابات،
وحزب الله عصابة، الحشد الشعبي في العراق عصابة، كل أينما وجدت إيران خلقت الفوضى والإنهاك للشعوب العربية. الآن اللي يحدث على مدى 3 سنوات هي إيران التي تحاول أن تضعف هذا الشعب اليمني، ولكن وتحاول أن تقفز إلى ما وراء الأرض اليمنية، ولكن هيهات أن تصل إلى شيء مهما كانت، مهما كانت تملك من نعم يملكون عصابات سيطروا على الناس وقتلوا الناس في الشوارع وفي المستشفيات وفي الطرقات هذا الحوثيين. نعم حرب العصابات، الولايات المتحدة الأمريكية بكل قواتها حرب العصابات في فيتنام، جلسوا أكثر من 12 سنة. إذا القضية ما هي قضية أنك تحارب جيش منظم له يؤمن بالقواعد الحرب ويؤمن بالسلم والصلح. الآن يرفضون، شوف لاحظ البارح جريفيث كان موجود في صنعاء ويستغلون هذه التماهي من بعض المؤسسات الدولية ويضربون الناقلات البحرية. إذا هذا ماذا يعني؟ يعني استهتار بشيء اسمه قانون دولي، بشيء اسمه حقوق إنسان، بشيء اسمه سيادة يمنية. اليمن فاقد سيادته يا سيدي. نعم لديه حكومة شرعية تقف إلى جانبه الدول التحالف بقوة لأنها تمثل الشعب اليمني، ولكن قل لي الآن حتى يبدو لي نغمة كلامكم كأنكم ضد الحكومة الشرعية، ولا أدري عما تبحثون. هل عندكم قدرة أن تقيموا حكومة في جنوب اليمن؟ أنا أستبعد تماما، إلا فقط متفرغين لمحاربة الإمارات يريدوا أن يستعمروننا. من تقصد أنتم دكتور محمد؟ دكتور محمد من تقصد أنتم؟ والله يعني نغمة إذاعتكم كان يوحي بهيك شغلات، يعني ما أدري. لا أدري أي شغلات تتحدث عنها ربما دكتور محمد. أنا أتحدث معك وأسألك أسئلة واضحة وأنقل لكم تساؤلات الناس وأنتم تجيبون. يعني أما يعني دائما إن الإمارات نعم الاستعمارية جاءت استعمرتنا، فتحت سجون سرية، فتحت هذه حقائق، هذه حقائق تحدث عنها منظمات دولية. هذه دكتور محمد، هذه أباطيل قناة الجزيرة وأباطيل حكومة الدوحة وأباطيل إيران. ولذلك أيها الشعب اليمني لا تصدق أعدائك حينما يتكلموا ضد الأخوة الذين يريدون أن يساعدونك. لا نعم تصدق أولئك الذين يكتبون عليكم منذ ما قالوا اليمن مقبرة الغزاة. الآن اليمن مقبرة اليمنيين، مقبرة الجيش اليمني والميليشيات اليمنية يقتلون الشعب اليمني على مدى حروب يعني 4 قرون مع الدول العثمانية. نعم. ولا 10% في تلك الحروب كلها. الآن انظر إلى ما يحدث الآن على يد إيران وعلى ميليشيات إيران وعلى المتهاونين ضد إرادة الشعب اليمني. نعم. طيب أعود للأستاذ إبراهيم القعطبي. أستاذ إبراهيم القعطبي، تتحدثون على أن التحالف هو السبب في كل شيء وإطالة أمد الحرب في اليمن وعدم حسمها عسكريا ودعم فصائل مسلحة خارج نطاق الدولة، لكن ألا يعني كيف يمكن أن يفهم الأمر أن دولة أو دول التحالف بشكل عام جاءت تدعم الشرعية وجاءت تحارب ميليشيا الحوثي من أجل أن تخسر في اليمن؟ أستاذ إبراهيم القعطبي، إذا ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ إبراهيم القعطبي. أعود للدكتور محمد الزلفى. دكتور محمد، هناك من يقول أن ذهاب دول التحالف العربي في طريق البحث عن مطامعها في اليمن وحسابات سياسية أخرى بعيدا عن الهدف الأساسي الذي انطلقت عاصفة الحزم من أجله وبعدها عاصفة إعادة الأمل هي سبب وراء إطالة أمد الحرب في اليمن وعدم إنجاز المهمة بالصورة السريعة التي كان يتوقع الجميع إنجازها في اليمن. أبغى أسألك سؤال، يعني ما هي مطامع دول التحالف في اليمن؟ إيش في اليمن من مطمع؟ بالله قل لي، هل في ثروات العالم كلها في اليمن؟ هل اليمن يعني قوة عالمية تهدد أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج ولا العالم العربي؟ ماذا لديها؟ ماذا تطمع فيه؟ كما يقول الكثير يريدون يمنا ضعيفا متناحرا يعني مقسم، وهذه ربما سبب الإشكالية. من الله خلق اليمن وهو ضعيف للأسف، يعني بسبب ضعف بسبب عدم اتفاق أهله على أن يكون يمنا قويا. بكل أسف أرادوا أن يكون قويا بتخزين الأسلحة الرهيبة اللي خزنها على عبد الله صالح،
انا ما ادري بيخزنها لمين، يعني هل الصومالي يهدد اليمن؟ هل اريتريا تهدد اليمن؟ هل هذا لماذا كان يخزن كل هذه الاسلحه التي تكفي جيش 30 سنه؟ انما يبدو لي انه كان يتامر على جيرانه وعلى اهله وعلى اشقائه في المملكه العربيه السعوديه مثلا التي فيها اكثر من 3 ملايين يمني يشتغلون، هم الذين يعيشون الالاف مئات الالاف العوائل في اليمن. والآن اتخذت إجراءات للأسف، والآن اتخذت إجراءات للأسف دكتور محمد من قبل المملكة العربية السعودية مجحفة بحق اليمنيين، والآن اليمنيين معظمهم يغادرون المملكة مجبرين رغم الحرب ورغم الأزمة الحاصلة في اليمن. إذا هم متعاطفين ولا يعملون جواسيس الحوثي ولا للإيران ولا كذا ولا ضد مصلحة المملكة العربية السعودية وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، تذكر معمر القذافي ماذا فعل في الفلسطينيين لما يعني ما رماهم على ما رماهم يعني الصحة. الان من يغادرون المملكه العربيه السعوديه؟ هؤلاء يعملون مع ميليشيات الحوثي كل اليمنيين. أنا, أنا, انا اقول لك اقول اذا كان البعض منهم، انا ما لا اعتقد. المملكه العربيه السعوديه وفرت كل وسائل الفرص العمل للاخوان اليمنيين، ونتعامل معهم من اخوان واشقاء، ولكن بكل أسف الحكومات اليمنية المتعاقبة تتعامل مع المملكة العربية السعودية مثل ما تتعامل يعني للأسف كأنها تتعامل مع إسرائيل كأنها دولة عدوانية على اليمن. ما هي مصلحة المملكة العربية السعودية مع يا دكتور اليمن؟ محمد ربما أنت تتحامل بكلامك هذا. الآن قذا اليمنيين سلموا الجمل بما حمل وسلموا مثل ما يقولوا رقاب اليمنيين للمملكة والتحالف العربي، الحكومة، الرئاسة، كل يعني اليمن برا جوا بحرا بيد المملكة العربية السعودية والتحالف. ما الذي يعني تريده أكثر من هذا؟ خلصوا أنفسكم من النفوذ الإيراني والميليشيات الحوثي. نعم طيب، واتفقوا واتحدوا على كلمة واحدة فيها مصلحة اليمن. إذن هذا كلامك لا علاقة لكم أنتم أيضا بدعم اليمنيين يعني والشرعية في اليمن، إذن بهذا المنطق الذي تتحدث عنه؟ لا طبعا نحن مع الشرعية في اليمن، نحن فعلا لا يوجد أي تفسير لهذا دوليا، لكن أنتم للأسف يبدو لي أنكم لا تعترفون. يعني بعد 4 أعوام من الحرب تقول اليمنيين اذهبوا يعني حاربوا لأنفسكم بعد أن دمروا كل البنية التحتية لليمنيين؟ ما أدري. دمر الحوثيين فعلا الحوثيين والتحالف أيضا جاء لإنقاذ الشرعية لتدمير الحوثيين، لكنه تدمرت البلد بأكملها. دمر الحوثيين وعلي عبد الله صالح وإيران وحزب الله والمتخاذلين من الشعب اليمني هم اللي دمروا الحوثي اليمن. وايران عدو، لكن المملكه العربيه السعوديه والامارات نعتبرهم اخوان جاءوا لمسانده اليمنيين. لم تكن عدو الا حينما اشهر الكثير من بكل اسف من الحكومات المتعاقبه على الشعب اليمني حتى من ايام الامام، وهو يحشد الشعب اليمني عدونا الاول في العالم والمملكه العربيه السعوديه. انا ما ادري لماذا الامام كانت تدعم المملكه العربيه السعوديه. دكتور محمد الملايين من الشعب اليمني. حتى لا نذهب بعيدا دكتور محمد، حتى لا نذهب بعيدا، اتمنى ان نستفيد من الوقت فيما يخص الان التهديد الايراني على الملاحه الدوليه. الامام الذي تحدث عنه هي كانت تدعم المملكه العربيه السعوديه للاسف ضد الجمهوريه، لكن انتصرت الجمهوريه والان احفاد الامام عادوا من جديد يعني يشكلون خطرا علينا وعليكم، واذا لم يجتمع الجميع ربما تكون الكارثه قريبه على الجميع. اسمح لي ان انتقل للضيف الاخر الاستاذ ابراهيم القعطبي، والان ينضم الينا عبر السكايب بالصوت والصوره. استاذ ابراهيم مرحبا بك من جديد. ان كنت قد سمعت الحوار الذي دار بيني وبين الدكتور محمد، لكن انا اريد اسالك يعني انتم جميعا تحملون التحالف كل الاشكاليه الحاصله الان في اليمن، ويعني كانكم تقولون بان التحالف جاء يحارب ليخسر في اليمن. انا في اعتقادي اذا واصل المملكة العربية السعودية والإمارات تصرفاتها بهذه الطريقة ونهجها بهذه الطريقة، فهي فقط تتصرف بالطريقة التي تآمرت من خلالها على العراق وسلمته إلى الإيرانيين على طبق من ذهب، وهي نفس الفكرة، نفس العقلية، نفس التآمر، نفس حتى الفبركة الإعلامية. أنا في اعتقادي أن المشكلة هنا أن التحالف العربي هو من حال يعني بين الحكومة الشرعية والعالم، وهو من يعني يتصدر المشهد اليمني، المشهد السياسي اليمني والملف اليمني في المحافل الدولية، وهو من يلعب بالورقة اليمنية. فإذا السؤال هنا يطرح إن إذا هم أتوا من أجل مساعدة اليمنيين فليوضعوا ذلك على الطاولة، وكيف يساعدون اليمنيين؟ وإذا أتوا لعكس ذلك فليرون مشاريعهم. ما الواضح لكل اليمنيين في ما يجري على الأرض هو
ليس فقط يعني استعمارا بطريقة مباشرة، وإنما خلق حتى ميليشيات يمنية معادية للشعب اليمني وللأمن اليمني. نعم. ولل طيب أستاذ إبراهيم. نعم. الدكتور اليمني. محمد آل زلفة، الدكتور محمد آل زلفة يقول الآن بعد 4 سنوات من الحرب على اليمنيين أن يخلصوا أنفسهم بأنفسهم وأن يجتمعوا ويتوحدوا من أجل القضاء على ميليشيات الحوثي، ربما في إشارة إنه لا علاقة لنا بالموضوع، نحن ندعمكم نعم، لكن في نهاية المطاف اليمنيين هو من يتحملون يعني مصيبتهم بأنفسهم. أنا في اعتقادي أن المشكلة بدأت ليس فقط منذ الحرب، هذا المشكلة بدأت منذ أن دخل الإخوة في الخليج في مسألة عندما كان هناك ثورة الربيع العربي في اليمن، وأعطوا المخلوع علي عبد الله صالح الحصانة وهندسوا للاتفاقية الخليجية التي من خلالها استقوى الحوثيون وميليشيات صالح وقضوا على الشعب اليمني وأدخلونا في هذه الحرب. المسألة مترابطة، أخواننا في الخليج جزء من المشكلة وهم الآن جزء من المشكلة الحقيقية من خلال إهانتهم للشعب اليمني في موانئه وفي مطاراته، هم من يسيطرون على المناطق والمحافظات الجنوبية اليوم ويهينون الشعب اليمني بكل الطرق، من ناحية الإنسانية، من ناحية الخروج والدخول إلى البلد، من كل النواحي. والأخ يقول أنه لا تحملون الإمارات يعني بالذهاب بدباباتها وطائراتها لاستعمار السقطرة التي لا يوجد فيها حرب ولا يوجد فيها حوثيون. المشروع بات واضحا وهو متناقض مع فكرة استعادة الشرعية ودعم الشعب اليمني. نحن نقول للأشقاء والأخوة في الخليج، إذا كنا ننطلق من منطلق المصالح المتبادلة، فيجب عليهم رفع دعم الميليشيات الانفصالية في الجنوب والميليشيات طارق عفاش التي أثار الشعب اليمني ضده وضد عائلته، ودعم الحكومة الشرعية سحب يعني القطاع السياسي والعسكري لميليشيات الحزام الأمني، ودعم الشعب اليمني ومساعدته في فتح مطاراته وموانئه. لكن إذا ظلوا فقط يستخدمون الحوثيين وإيران كشماعة من أجل يعني إرساء مشروعهم التدميري لليمن من خلال إنشاء تلك الميليشيات ويعني احتلال موانئه وجزره، فهذا متناقضا، وهذا لن يساعد فقط إلا الحوثيون وإيران، ومن ثم سيتضرر بالدرجة الأولى الخليجيون، لأن اليمنيين أصبحوا أصلا متضررين وليس لهم أي سبيل آخر. نحن نقول بالحرف الواحد أنه لا فرق اليوم بين إيران والسعودية والإمارات بمشاريعها التدميرية في اليمن، أصبحوا الجميع متآمرين على اليمن على موقعه الجغرافي، متآمرين على الشعب اليمني، ولا يختلف أدائهم من حيث التدمير ومن حيث يعني دعم الميليشيات. يا أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم، ألا أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم، ألا تعتقد أنك تتحامل الآن على التحالف والمملكة العربية السعودية الذي جاء يقدم كل التضحيات حتى بالدم من أبنائه سواء السعودية أو الإمارات، فضلا عن الدعم العسكري الكبير والمالي والإغاثي لليمن خلال 4 سنوات وإنقاذه من ميليشيات الحوثي التي كانت قد سيطرت على اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه؟ ما الذي أنتج ذلك التحالف سوى المزيد من الدمار؟ أنتج الآن 85% من اليمن محرر، 85% محرر، ولا زالت المعركة قائمة، ولا زال التحالف يدعم ويقاتل حتى انتهى هذه الميليشيا وإنهاء الانقلاب. ليس صحيحا، يعني نحن لا نريد حرب إلى ما لا نهاية، يعني مسألة تحرير محافظات مهمة كتعز والبيضاء والجوف ومناطق مختلفة يعني لا تستغرق حتى الأسبوعين إذا وجدت النية ووجدت القوة ووجدت الإدارة لدعم الحكومة الشرعية. نحن نعرف أن التحرر الذي تتحدث عنه أتى لأجل يعني الاستيلاء على المناطق الساحلية وعلى الجزر اليمنية وتوقف هناك منذ سنوات، لم تتحرك لا جبهة لا في مأرب ولا في تعز ولا في البيضاء ولا في أماكن أخرى، ما عدا مناوشات بين أبناء تلك المناطق وميليشيات الحوثي بدون أي دعم لا عسكري ولا سياسي ولا أي خطة ولا أي دعم لأبناء تلك المناطق، والصورة أصبحت واضحة. كان هدفهم الآخر هو السيطرة على ميناء الحديدة ومن ثم الاستيلاء عليه، وكان هذا الهدف الأوحد الذي حاولوا يعني من خلاله السيطرة على اليمن ككل وعلى جزره وموانئه، لكن لم ينجحوا في ذلك. الآن المشكلة
الحقيقية أن المناطق التي نقول أنها تتحدث بهذه اللهجة أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم يعني المناطق ذات السيادة كالمطارات والموانئ والمناطق الحساسة ليست بأيد الحكومة الشرعية وإنما بأيد السعودية والإمارات. تتحدث بعدم تحرير ميناء الحديدة ومطار الحديدة وكأنك يعني تؤيد يعني كلام ميليشيات الحوثي بعدم قدرتهم على الميناء وكأن أيضا تتبنى خطاب ميليشيات الحوثي بهذا المنطق. ليس صحيح هذا التناقض، لا نقبله ولا نقبل هذه الاتهامات. نحن نتحدث إذا كان لابد من استعاد ميناء الحديدة ومطار الحديدة فلتستعاد ويسلم إلى الحكومة الشرعية. نحن لسنا بتسليم، لا نقبل تسليم ميناء الحديدة ومطارها من ميليشيات الحوثي إلى ميليشيات طارق عفاش التي جثمت على يعني صدور الشعب اليمني 33 عاما. وكيف حكمت على الأمر مسبقا؟ كيف تحكم على الأمر مسبقا؟ مشروع الميليشيات كما حدث كيف تحكم على الأمر مسبقا أستاذ إبراهيم؟ كيف تحكم على الأمر مسبقا ويعني الحديث يعني لم يحن بعد تحرير ميناء الحديدة، وإذا تم تسليمه لغير الحكومة الشرعية ممكن تتحدث عن هذه النقطة، أما الآن يعني هناك الأمثلة يعني لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين. الميناء في عدن يسيطر عليه من قبل قوات التحالف، المطار عدن يسيطر عليه من قبل التحالف، بل أن اليمنيين لا يستطيعون الدخول والخروج، حتى الوزراء اليمنيين إلا بالتفتيش من قبل القوات الإماراتية، كما يحدث أيضا في طيب. الحديدة وفي الجزر اليمنية طيب. مسيطر عليها. وضحت هذه النقطة. نعم نعم استاذ ابراهيم اسمح لي ان اعود الدقيقة الأخيرة. نعم الإمارات والسعودية. نعم لضيق الوقت اعود للدكتور محمد الزلفى. دكتور محمد، كان في البداية كما تعلم كان هناك تأييد كبير للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإنجاز مهمة إنهاء الانقلاب في اليمن، لكن ربما مع إطالة أمد الحرب بدأت الأمم المتحدة تتعامل، أو ربما ما يظهر للجميع بأنها يعني تتعامل بسلطة أمر الواقع، وربما يعني تتعامل مع الحوثيين كأنها مكون أساسي ولا بد أن يكون شريك في مستقبل اليمن. ما رأيك؟ أنا أستغرب من كلام الأخ إبراهيم، يبدو لي أن هذه نغمة خطاب الأخوان المسلمين الذين من الواضح أنه ينتمي إليهم بحجة الحديث فقط عن تعز وعن البيضة وعن مناطق معينة، بينما هؤلاء هم. وهل هي إشكالية إن كان إبراهيم ينتمي للإخوان المسلمين؟ ما هي المشكلة؟ هذا رأيه ومن حقه يتحدث بما يريد دكتور محمد. أنا ما عندي مشكلة، أنا أقول لك هذا رأي إخوان المسلمين، أنا ما عندي مشكلة. نعم. طيب أجب لي على السؤال لو تكرمت حتى نستفيد من الدقيقة الأخيرة. ولذلك لو لم تكن الإمارات العربية المتحدة في عدن 20 حوثي يحتل عدن، إبراهيم ندور له ما بنحصله. الآن تعز بكل أسف يعني هؤلاء هم الذين يعني ضحوا بهذه المنطقة الرائعة والجميلة والثقافية والحضارية، وهم الذين دمروها، والحوثيين بكل أسف يستغلون ضعفهم وهم لا يستطيعون يدافعون عن شيء. ولذلك الأطماع اللي يقول الأخ أن السعودية والإمارات لها أطماع باليمن، أكرر وأقول ما هي أطماع هذه البلدان باليمن؟ ماذا في اليمن عشان يطمع فيه أحد؟ قضية طيب. اليمن قضية اليمنيين أنفسهم، إبراهيم وعلى ومن على شاكة إبراهيم والحوثيين وكذا، واتهامه لطارق زي ما يقول طارق عفاش إلى آخره، هذا أيضا أحد مكونات الشعب اليمني، لذلك لا يستثنى الشعب اليمني، لا يستثنى لا إلا الحوثيين لأنهم عملاء لإيران يدمرون اليمن. طيب دكتور كله. محمد نعم لضيق الوقت أشكرك جزيل الشكر، عضو مجلس الشورى السعودية السابق الدكتور محمد آل زلفى، شكرا جزيلا لك. وعودة أخيرة لتعليق مع الأستاذ إبراهيم القعطبي، أخير في نص دقيقة أستاذ إبراهيم تفضل. نحن لا نقبل الوصاية الدولية ولا الوصاية الإقليمية على أرض اليمن مهما كانت، سواء كانت إيرانية أو سعودية أو إماراتية. إذا كان لابد من مساعدة الشعب اليمني فليكن من خلال دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية في استعادة أراضيه ومناطقه كاملة، يعني سواء كانت جزر أو موانئ أو مطارات أو أراضي. لا يجب أن نحارب ميليشيات الحوثي ونأتي بميليشيات أخرى، يعني الشعب اليمني يبحث عن السلام، يبحث عن الاستقرار، يبحث عن بناء اقتصاد، يبحث عن على علاقات يعني ذو تبادل مصالح مشتركة مع أخواننا في الخليج. لكننا في آخر اليوم لا نقبل الوصايا مهما كانت وتحت أي مبرر،
نحن الشعب اليمني نريد استعادة دولتنا، فمن أراد أن يساعدنا فخيرا، ومن لم يرد أن يساعدنا فليذهب ويدع الشعب اليمني ليكافح إلى أن ينهي انقلاب الحوثيين وينهي كل الميليشيات المتواجدة على أراضيه، وسيصعد اليمنيين لبناء دولتهم مهما طال الزمن، سواء كانت السنة القادمة أو بعدها. سيتحرر اليمنيين من كل الميليشيات، وسنبني حكومة قوية لكل اليمنيين وحكومة عادلة وديمقراطية، سواء قبل بذلك الإقليم أم لم يقبل. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك عبر السكايب، والشكر أيضا للدكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.